سوق الجمال مر بمراحل مختلفة، هنعرف طبيعته واللي بيحصل فيه مع الحاج محمد السليس، أقدم وأكبر تجار السوق. ازيك يا حاج محمد؟ ازيك يا أستاذ؟ أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله بخير والله، نحمد الله ونشكر فضله. حاج محمد، سوق الجمال كان قبل كده في أماكن تانية. أيوه. كان فين؟ كان في إمبابة في شارع الحرية أساسه، وسنة 64 نقلوه في البراجيل، في مربع البراجيل، وسنة 95 نقلوه لبرقاش. ايه السبب في شهرة سوق الجمال؟ ان ده يعتبر اكبر سوق في العالم للجمال. حاج محمد، هنا النظام ازاي؟ يعني المكاتب ايه نظامها؟ بتاخد كومسيونجية. يعني ايه كومسيونجية؟ بياخد عمولة على الراس، ملوش دعوة هو بالجمال، الجمال صاحبها بيجيبها من الصومال او من السودان، وبيجي ينزلها في المكتب، والمكتب بيبيعها للجزارين بالدين. جزار يدفع بعد 8 ايام او 15 يوم او شهر. هنا الكلمة عقد؟ الكلمة عقد، لا مؤاخذة، مفيش ورق، مفيش حاجة، كله، لأن دي الجمال متوارثة، أجيال متوارثة من أجيال. الجزارين متوارثين من أبهاتهم وجدودهم، وأصحاب المكاتب متوارثين من أجدادهم وأبهاتهم. في حجر صحي هنا في السوق؟ في حجر صحي في السويس لجمال الصومال، وحجر صحي في الشلتين أو في إسنا لجمال السودان. لكن هنا في السوق مفيش حجر صحي؟ لا، هنا مفيش حجر صحي. تقريبا اعتماد الناس على اللحم الجملي قد ايه من حجم السوق، استهلاك سوق اللحوم في مصر؟ 80% من مصر بيستخدم اللحم الجملي، لان اللحم الجملي هو اللحم الرخيص بالبلد. السوق هنا يا حاج ليه اعراف بتنظمه؟ طبعا. ايه اعراف السوق؟ اعراف لان دول كلهم ناس تجاريين وناس اهل بعض، اي مشاكل بيحلوها عرف مع بعض، ما بيلجؤوش للمراكز ولا للمحاكم الا للضرورة القصوى. انا ملاحظ انه اغلب التجار اللي هنا واللي شغالين صعايده، كلهم اغلبتهم من بلدة فرشوت. ليه فرشوت؟ لان هي شهرتها الجمال، مشهوره بالجمال. كل تاجر بيعرف جماله ازاي؟ بالوسم، بيعلم الوسم بالنار، وسم بالنار. كل تاجر ليه وسم، على الرقبه او على الفخذ او على الكتف، كل تاجر ليه وسم، ليه ماركته المعينه. ايه اللي ناقص سوق الجمال؟ اللي ناقص سوق الجمال الامن والامان، لان ده سوق دخله ملايين الجنيهات، لازم يكون في امن وامان في الطريق. في عربيات السرقة في طريق عند الصليبه وعند الطريق الغربي، سرقت بجمالها وما جاتش. مش عايزين خدمات بشكل معين؟ خدمات لمؤاخذه، كان زمان اول ما جه السوق ده كانوا في اتوبيس بيجي، بطلوه ليه؟ لازم يجي اتوبيس يلم الناس. الناس هنا بتقعد في الشمس وبتمشي لغايه تحت المؤاخذه لما تتهلك في الشمس. بعد العمر ده كله حاج محمد في سوق الجمال اتعلمت ايه؟ اتعلمت الصبر، لان اللي بيبيع الجمل صبور، لازم اللي يبيعه يتعلم الصبر. يا ده جبا يا بطك، سيبنا محمد.